يقول: ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في آيات الأحكام؟ آيات الأحكام فيها كتب، فيها كتب كثيرة، منها كتاب أحكام القرآن للقرطبي، أحكام القرآن للإمام القرطبي، تفسير القرطبي، أو يعتمد في غالب بحوثه على بيان الأحكام الفقهية من الآية. وفيه كتاب أحكام القرآن للإمام ابن العربي، للإمام ابن العربي، ما هو ابن عربي، ابن عربي هذا ملحد، لكن ابن العربي المالكي له كتاب أحكام القرآن، هذا جيد. وفيه أحكام القرآن للجصاص الحنفي، أحكام القرآن للجصاص الحنفي. وفيه كتب عصرية، مقررات تفسير الأحكام، آيات الأحكام في الكليات، ألفها المدرسون، مثل أحكام القرآن للسايس، وهو كتاب جيد أيضا. وفيه كتاب الأحكام لصديق حسن خان، تفسير آيات الأحكام، وهو مأخوذ من تفسير الشوكاني، ملخص من تفسير الشوكاني من كتاب فتح القدير. نعم.